بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سريعا كده هنحل مع بعض يا شباب امتحان من الامتحانات الموجودة على موقع حصص مصر. أنا شخصيا أول مرة أدخل على الموقع ده، فهحل امتحان سريعا وهكون رتمي سريع شوية، مش هفصل في الأسئلة قوي يعني، لأن ده أول اكسبيرينس على الموقع، فلما ناخد وندي عليه كده هنحاول نحل الامتحانات اللي على البتاع ده كله إن شاء الله رب العالمين. لو لقيت منكم استجابة وإن أنتم مستفيدين اكتبوا لي تحت في الكومنتس وأنا هحله معاكم. أعتقد الامتحان ده عبارة عن 40 سؤال، 40 سؤال كلهم هنحلوا مع بعض. كده الامتحان ده مقدم من المعاصر طبعا، وفي امتحانات تانية اعتقد مقدمه من الوزاره، هنحلهم كلهم مع بعضينا سريعا. تعال نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تكتب كومنت، ما تنساش تعمل حاجات كتير كده اللي انت عارفها دي. وتعال نبدا بسم الله الرحمن الرحيم في اول سؤال. اول سؤال بيقول اللايت ويتش كان ميك بيبلز سكين بيكم داركر از ريز. الضوء اللي بيخلي جلد الناس يتحول للون الاسود اسمه اشعه ايه يا ترى؟ اسمه الترا فايولت ريز. السؤال الثاني، I asked my friend to use her mobile phone to an urgent phone call. أنا طلبت من صديقتي أو صديقي أن يستخدم تليفونها علشان أقوم بإجراء مكالمة عاجلة. urgent phone يعني مكالمة عاجلة. طب يجري مكالمة هاتفية اسمها make a phone call أو make a call، يبقى هنا make. الجملة الثالثة، You should not some certain qualities besides your qualifications to get a good job. يجب عليك أنك إيه بعض المؤهلات المعينة بالإضافة إلى مؤهلاتك يعني، بحيث تكون تحصل على وظيفة جيدة. طبعا لابد ان تمتلك، يبقى you should have some certain qualities. have qualities يعني يكون عنده خصائص او صفات. السؤال اللي بعد كده، our real A should be people's minds to build a bright future. الايه الاساسي بتاعنا يجب ان يكون على عقول البشر عشان نبني مجتمعا جيدا. المفروض يكون investment، استثمارنا الحقيقي يجب ان يكون في العقول. السؤال الخامس يا شباب بيقول لك this company has a good economic reputation because of its high quality. المفروض النقط دي في الاخر، الشركة دي عندها سمعة اقتصادية كويسة علشان هي بتعمل ايه؟ عالية الجودة. اكيد برودكتس، المنتجات طبعا، روتس جذور وليفز اوراق الشجر او يغادر وستس المواطنين. السؤال السادس، after this long drought the plants need to be نقط. خد بالك ان النقاط دي بتبقى مكانها غلط للاسف في معظم الالكترونيات يعني. بقول لك بعد فتره الجفاف الطويله دي النباتات اصبحت محتاجه الى نيد تو بي ايه يا ترى؟ سيبريتد يتم فصلها، ريفريجريتد يتحط في الثلاجه تاني، اليفيتد ولا اريجيتد. المفروض ان المنتجات ان الزراعه بعد الجفاف محتاجه مياه، يبقى المفروض اريجيتد. اليفيتد ديت معناها ترفع، من اليفيتور اللي هو الاسانسير اللي بيرفع يعني. Some animals can live in extreme weather conditions. The antonym of the word extreme. Extreme يعني شديد. الانتونيم اللي هو عكس الشديد، المعتدل اللي هو او المتزن اللي هو مودريت. سيريوس يعني خطير او جاد، دينجرس خطير، وسيفير يعني شديد زي اكستريم بالظبط. هو هنا عايز انتونيم، خد بالك. I refused to buy this mobile because it would be against my father's will. انا رفضت اشتري الموبايل ده لانه ضد اراده ابي، رافض الموضوع تماما. اذا synonym الكلمه اللي بتساوي كلمه will ايه يا ترى؟ reason يعني سبب، desire يعني رغبه، idea فكره، وaim هدف. اكيد ضد الرغبه اللي هي الaim الهدف، زي كلمة رغبة بالظبط. يبقى كده الإجابة هنا desire. دكتور مجدي is a famous doctor. دكتور مجدي ده دكتور مشهور. he graduated medicine كذا. medicine ده المجال، وانت عارف يتخرج في مجال اسمها graduate in medicine. فهنا in كان ممكن نقول from يا شباب، لو graduate from كذا كايرو يونيفرسيتي مثلا. in medicine in 1997. طيب احنا مش ممكن نستخدم graduate ونجيب بعدها on؟ عادي، ممكن اقول لك he graduated on Monday عادي، يوم الاثنين اللي فات هو تخرج، فالدنيا حلوه يعني. 10 the word separate. separate يعني يفصل. can be used as a can be used كلمه separate. السؤال ده انا اعتقد ان انا جبته قبل ما يجي في الامتحان ده. يعني separate دي معناها منفصل ومعناها يفصل، يبقى منفصل صفه ويفصل فعل، يبقى verb و adjective. يبقى verb and adjective a verb and an adjective هي دي. طيب اللي بعد كده، A deep wide hole that is usually filled with water that is dug around a place or a castle to defend it in is called a. الحاجة اللي بتكون محفورة حوالين الكسل والحاجات دي عشان تحميها. خد بالك قال لك محفورة مش مبنية، فهنا أكيد الموت، الخندق. لكن لو قال لك الحاجة اللي بتكون مبنية وبتكون عالية، يبقى ده أكيد الفنس اللي هو الجدار أو السور. The knot between Canada and the USA is the longest in the world. الإيه بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية؟ هي أطول حاجة في العالم، اكيد المسافه. طب ما تيجي نشوف كده، هو عايز ايه؟ places الاماكن، borders الحدود، castles القلاع، walls الحيطان. اكيد البوردرز الحدود بين كندا وامريكا هي اطول حدود في العالم. they were traveling and spent
their night at a small by the road. هم كانوا مسافرين وقضوا الليلة في ايه صغير بجوار الطريق. ان يعني حانة، طبعا ان اكيد، فورت يعني حصن، مانشن يعني منزل صيفي، وسيلر اللي القبو، فاكيد ان. choose the correct answer. when I had lunch، وبعدين النقط مش شايفين في الاول والاخر، where you when. هو طبعا ده جملة سؤال، والمفروض النقط دي في الاول فعلا، فهو هيسأله where you were، ولا where you being، ولا where you were being، ولا where were you. الطبيعي ان عايز اسأل سؤال، فعايز آلة استفهام اللي هي where، وبعدين الفعل المساعد اللي هي where التانية، وبعدين الفاعل you يبقى where were you، يبقى الإجابة دي. طيب بعد 15، I wish I not something to eat with me at the park. There is no restaurant there. يا ليتني شيئا لكي أكله معي، يعني يا ليتني شيئا to eat with me، يعني كي أكله معي في الحديقة. There is no restaurants here. الراجل ده دلوقتي في الحديقة وحاول يدور على مطعم ما لقاش، فيقول لك يا ليتني أحضرت، يا ليتني أخذت شيئا أكله. ده ماضي، يبقى ناخد ميه تام. If I got my mobile fixed، I you. If I got my mobile fixed، got دي ماضي بسيط يعني دي حالة تانية، فالناحية التانية محتاج would والمصدر يبقى would phone. My mother warned me that game it is dangerous. أمي حذرتني إني ألعب ولا إني ما ألعبش، قالت لي ألعب ولا ما تلعبش اللعبة دي لأنها خطيرة. متفقين إن warn ممكن بعدها to المصدر أو not to، هو بيقول لك خطيرة يبقى عايزاني ما ألعبش، يبقى not to، يبقى not to try، اللي هي number C. This kitchen is clean and bright. المطبخ ده بيلمع ونظيف وبيلمع. تجاي it not in the morning، أكيد حد نظفه. خد بالك اكيد نظف ماضي، يبقى must have been swept اللي هي دي اللي معناها اكيد كنسة. We had arrived at the cafe the match began. احنا وصلنا المقهى الماتش began، الماتش بدأ. طب يا ترى ركز معايا، had arrived ده حدث اولاني يعني ماضي تام، يعني انت هتقول احنا وصلنا قبل ما يبدأ المباراة. قبل اللي هي مين؟ اللي هي before، مفيش before. طيب ما ينفعش تل هنا، لا تل عشان نستخدمها، فكان المفروض نقول we didn't arrive until وتل the match had begun، فتل دي غلط. طيب after that، لو هنستخدم after that هتبقى الجملة احنا وصلنا الأول بعد كده المباراة بدأت، فده اللي صح. طب ليه ما ينفعش after يا مستر؟ لو أنت خدت after فده معناها إن الحدث ده غلط كده. المفروض كنا نقول we، أو كان المفروض تبقى الجملة the match began after we had arrived. يبقى احنا ناخد مين؟ after that اللي بتساوي مين يا عم الحاج؟ اللي بتساوي before. مش احنا في أول الجملة قلنا إن احنا محتاجين before؟ مفيش في الاختيارات before، يبقى ناخد after that. My bedroom floor is very clean. الأوضة بتاعتي نظيفة بتلمع. It has already well. أكيد كنست، يبقى has been past participle، يبقى has been swept اللي هي دي. Freelance workers have to not their own accounts. Accounts دي الحسابات، يقوم بعمل حسابات اسمها دو accounts، يبقى ناخد دو. أنا بحاول أمشي بسرعة قبل الامتحان ما يفصل، لأن هو ليه وقت معين المفروض بيفصل أعتقد يعني. This is the man helped me my grandfather last week. ده الراجل الذي ساعد جدي. يبقى الراجل ده فاعل، والفاعل ناخد هو أو ذات، يبقى ناخد هو. Not furniture in this shop is sold. You can look in another shop. Furniture الأساس اسم لا يعد، يعني دايما مفرد، يبقى أنت ما ينفعش تستخدم both، لأن both عايزة بعدها اسم جمع. Each عايزة بعدها اسم برضو جمع. أو ممكن ناخد each واسم مفرد معدود. Every ممكن نستخدم every وبعدها اسم مفرد معدود. Every boy. Every story. Every day مثلا وهكذا. وبالتالي هنا هنستخدم all، لان all بيجي بعدها اسم معدود واسم غير معدود، بس بشرط ان احنا لما ناخد all واسم لا يعد زي furniture الفعل يكون مفرد برضه. يبقى هنا all ومعنى الجمله كل الاساس اتباع. شوف لك محل تاني. She be asked now she would refuse the offer. She is in bad mood. لاحظ انت لما يكون قدامك فاعل او مفعول وبعدين be، يبقى تعمل حسابك ان ده محتاج وير على طول، يبقى where she to be asked. خد بالك انت كده، تاني كده where she to be asked. طب انا ما هو هنا مفيش to، خلاص يبقى مفيش where. في مشكله احنا معتقدينها ان where فاعل be، خد بالك where فاعل to be، where فاعل to المصدر، فكده where ما تنفعش. طيب ما ينفعش نستخدم had اصلا بالمنطق، ان had عايزه بعدها past participle وانا قدامي هنا be فما تنفعش. طب if ينفع نستخدم if عادي جدا، بس هتجيب لي if وبعدين فاعل وبعدين فعل مصرف وفقا للزمن والفاعل. طيب دي حالة تانية، فكان المفروض نقول if she were. إذن يبقى كده ما ينفعش if، عشان المفروض تبقى if she were، وهاد يبقى had she been لو حالة تالتة، where she to be، وبالتالي كده ما عادش معاها غير should، والقاعدة should فاعل مصدر. That new mobile phone is expensive for me to buy. الموبايل ده غالي ما ينفعش أشتري، ما دام ما ينفعش يبقى to.
tomorrow I will see Nada. بكرة هشوف ندى. إسراء said she would see Nada tomorrow. دي هتبقى the following day, the coming day, the day after, the next day. أوه إحنا نسينا سؤال. مفيش عودة للأسف للأسف للأسف. أنا كده ما حليتش السؤال ده. عموما يعني المفروض كانت تبقى the following day لآخر واحدة في الاختيارات. هيبقى الدرجة في الآخر ناقصة. أنا كده زعلت للأسف. I suggested that not exercise two again. أنا اقترحت إن هي تعمل الامتحان تاني. ما دام بص ما دام في suggest that فاعل فلازم مصدر أو مفعول فلازم مصدر. يبقى I suggest that she do اللي هي دي، وكان ممكن أقول that she should do. ما تنساش وتعمل الغلطة دي، لازم تختار الأول وتطمن إنك اخترت وبعدين قول التاني. أعتقد إن هو في آخر الامتحان هيجيب لي تاني إنك نسيت سؤال يعني. Noise not me headache. الضوضاء تعطيني أو تسبب لي صداعا. فممكن أقول noise causes me headache أو gives me headache. في الاختيارات gives، وكان ممكن نقول causes. Which is the is an adjective. It is a which is an adjective. إيه الكلمة اللي بتعتبر صفة. It is a word that، هي الكلمة اللي بتعمل إيه بقى؟ الصفة. Expresses an action or a state of being، بتوصف الحدث أو بتعبر عن حدث. ولا refers to a person، بتشير لشخص ومكان وأشياء، دي النون طبعا. Describes a noun or a pronoun، بتوصف. يبقى هي دي، يبقى أكيد ديت describes a noun أو كده. طيب which of the following has the correct ending punctuation؟ مين فيها البنكتويشن الصح؟ Should he play well؟ فاصلة he will win the match. أه دي صح. طب should he play well؟ he will win the match. طبعا ما تنفعش لأن هو عامل علامة exclamation mark هنا، وده مش علامة تعجب ودي مش تعجب. انا بقول لك لو هي عملت كذا هيحصل كذا. ما دام الجمله بدات بشود كرابط، فانا محتاج في النص فاصله موجوده الكما، وهنا البنكتويشن ده مظبوط وفي الاخر نقطه. طب اللي بعدها عمل لك السيمي كولون، وطبعا ده غلط لان لازم يكون بعدها جمله سليمه، وهنا عمل لك سؤال وده مش سؤال. مين في دول كوريكت بنكتويشن؟ هي از ا سترونج هيلثي مان. هي از ا سترونج هيلثي مان. هي كلهم نفس الترتيب، بس خد بالك هي از ا سترونج هيلثي مان صح. طب هي لما يكون عندك صفات للاسم ما بتعملش كما، ما بتعملش كما دي الا لما يكون عندك انواع. لما تقول مثلا هي بوت ابن كما ابو ابورد كما كده، يبقى لو انا صح. بقول لك ذا كانال از 5 meters deep، القناه دي 5 متر في العمق. which word is an adjective؟ ايه الكلمه اللي صفه في الكلمات دي؟ اكيد كلمه deep هي اللي صفه، يبقى كده نختار دي. You can depend on her. She is conscientious, intelligent. She both and طبعا انت ممكن تعتمد عليها هي كلا من كذا وكذا. انا بحاول احل بسرعه عشان اول مره احل الامتحان ده، فبنجرب بعد كده نحلهم بالراحه وعلى مهلنا يعني. The final sentence of the paragraph is called، اخر جمله في البراجراف بنسميها الكونكلوجن، اللي بيسموها closing sentence او conclusion. طبعا دي first و topic و introductory و closing اللي هي دي. Choose the correct A B C D. I am very happy with my doctor. He always takes the time to listen to the details. بي دايما بيسمعني بالتفصيل. Of my complaints when I was in a hospital, he came to visit me. He always makes sure I get the medicine or medication يعني I need. نقطة. Choose the closing sentence. حط لي جملة تختم بها الكلام ده. I am very happy with my doctor. Several of my friends now go to see him and they like him so much. I love my father. Seeing a doctor has become very expensive. طبعا دي انت بتحكي لي هنا عن دكتورك وان هو دكتور لطيف وبيهتم بيك وبيراعيك واخر حلاوه. حلو. الجمله اللي ينفع نختم بيها البراجراف ده طبعا I love my father دي مالهاش علاقه بالموضوع. انك تشوف الدكتور اللي من دول شيء غالي برضه مالهاش علاقه بالموضوع. I am happy with my doctor. انا سعيد مع دكتوري. ولا اصدقاء كثيرون من اصدقائي بيروحوا له and they like him as much as I do. اكيد هي دي. ناس كتير من اصدقائي بيروحوا له وهم مبسوطين جدا معاه زي ما انا مبسوط كده تماما واحنا كلنا بنحبه. طيب اللي بعد كده which of the words can't be used in مين في الكلمات دي ما ينفعش نستخدمها في الفورمال ايميل؟ سلانج ولا فورمال ووردز؟ الفورمال ووردز الكلمات الاساسيه. يونيتي اللي هي الوحده، بينج ديسنت انك تبقى مؤدب، اكيد سلانج. سلانج دي اللي هي ايه؟ اللي الكلمات الشعبيه الاكسنت الشعبيه عامليه معلم وكده. اختار الترجمه الصحيحه. جلوبال تريد ليدز تو بيج ايكونوميك جروث in different regions and all over the world. So all the world countries aim to develop it greatly. بيقول لك التجارة العالمية تؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في أقاليم مختلفة في كل أنحاء العالم، لذلك تسعى كل دول لتنميتها بشكل ضعيف. خد بالك بشكل ضعيف دي غلط. بيقول لك هتمشي حلاوة بس لولا كلمة ضعيف دي باظت، لأن هنا بيقول لك greatly فالأولانية دي ما تنفعش. التجارة العالمية تؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في أقاليم مختلفة في كل أنحاء العالم. ماشي. لذلك لا تسعى، يبقى ده غلط. إزاي لا تسعى؟ يبقى دي برضه غلط.
التجارة العالمية تؤدي إلى نمو اقتصادي محلي. هو قال لك هنا جلوبال تريد ليدز تو بيج ايكونوميك جروث ان ديفرنت ريجنز اول اوفر ذا ويرلد، يعني في كل العالم، فدي كده غلط. طب اللي بعدها بقى دي اكيد الصح. التجارة العالمية تؤدي إلى نمو اقتصادي كبير في أقاليم مختلفة في كل أنحاء العالم، لذلك تسعى دول العالم لتنميتها بشكل كبير، يبقى دي اللي صح. نيكست يا عم. هما كام سؤال الأول عشان حاسس إن احنا الوقت هيخلص وإحنا ما كملناش كده؟ 38 40 سؤال. طب كويس، هنلحق إن شاء الله. هو أنتوا استحملوا، أنا بلعب كده المرة دي لحد ما نحل، وهنحلهم كلهم بنفس الطريقة دي إن شاء الله مع بعض. يعني بيقول لك choose the correct translation. طبعا I like living in open places and fresh air، بحب اعيش في الاماكن المفتوحه والهواء النقي. and spending much time in parks، بحب اقضي وقتي في الحدائق بين الاشجار والورود. I don't like closed or crowded places، ما بحبش الاماكن المغلقه ولا المزدحمه with people، بالناس. لا احب الحياه في الاماكن المفتوحه. هو قال لك هنا I like living، يعني بحب الاماكن المفتوحه، هنا بيقول لك لا احب، يبقى دي من اولها غلط. بص اتلكك، اقرا الجمله وافحصها وفليها بحيث تطلع حاجه غلط، وبتبقى دي جمله كلها غلط. هنا غلط لانه قال لك لا احب. احب الحياه في الاماكن المفتوحه والهواء الطلق وقضاء وقتا قليلا. هو قال لك هنا ايه؟ and spending much time، هنا قال لك قليلا، يبقى دي غلط. شوف انا بعمل ايه؟ بتلكك للراجل. احب الحياه في الاماكن المفتوحه والهواء الطلق وقضاء وقتا كبيرا في الحدائق بين الاشجار والورود، ولا احب الاماكن المغلقه والمزدحمه بالناس. حلوه دي، صح مظبوط. I don't like closed or crowded places with people، يبقى دي اللي صح. ابص على الاخيره، اوعى تختار وتجري، ممكن يكون في حاجه انت مش واخد بالك منها، فبص على الاخيره. احب الحياه في الاماكن المفتوحه والهواء الطلق وقضاء وقتا كبيرا في الحدائق بين الاشجار والورود، واحب الاماكن المغلقه. هو قال لك هنا ايه؟ ما بحبش الاماكن المغلقه، يبقى دي اللي صح. هنا قال لك لا، وهنا قال لك واحب، هنا قال لك لا احب، دي اللي صح. طب التالي يا عم الحاج، بيقول لك كلام كبير كده في البتاعه دي، غريب هنا. المهم تعتبر السياحه البيئيه احد اهم انواع السياحه الان، لذلك تشجع مصر السياحه البيئيه لحمايه البيئات المختلفه في جميع انحاء البلاد وخاصه في ساحل البحر الاحمر. طيب ايكو توريزم، ايكو توريزم از وان اوف ذا موست امبورتنت كايندز اوف توريزم nowadays، وفصل عشان الجمله خلصت. خد بالك ان المسافه يا ولاد بتكون بعد الفصله مش قبلها، تمام. سو ايجيبت انكاريجز ايكو توريزم تو ديستروي، يبقى من اولها كده بدات بكفر، تو ديستروي يعني كي تدمر، يبقى دي كده باظت. شوف انا بتلكك ازاي، اول ما تلاقي كلمه غلط سيبها وانزل. طب ديستروي غلط ليه يا مستر؟ عشان هو قال لك هنا ايه؟ ليه حمايه، هو قال لك هنا ديستروي يدمر. طيب يبقى نفس الكلام، ايكو توريزم از وان اوف ذا ليست اوف ذا ليست، استنى يا عم الحاج، ليست غلط، يبقى دي غلط برضه، لانك هنا ايه؟ اهم، وهنا قال لك ليست، يبقى نسيب دي برضه غلط، انزل على بعدها. ايكو توريزم از وان اوف ذا موست امبورتنت كايندز اوف توريزم لاست ييرز، يعني لاست ييرز، السنوات اللي فاتت يعني. هو ما قالكش لاست ييرز دي، يبقى غلط. ليه؟ لان هنا قال لك الان، يبقى لاست ييرز دي غلط. الموضوع سهل وبسيط بس انت فلي. اخر واحده بقى، ايكو توريزم از وان اوف ذا موست امبورتنت كايندز اوف توريزم ناو دايز، كانت فوق لاست ييرز فقلنا عليها غلط وفاصله. سو ايجيبت انكاريجز توريزم ايكو توريزم تو بروتكت، الاولانيه كانت غلط عشان فيها بلد، بدل بروتكت كان جايب مكانها ديستروي. ذا ديفرنت انفايرومنتس اول اوفر ذا كانتري اسبيشالي الونج ذا ريد سي كوست، يبقى دي اللي صح. بعد كده السؤال ال 40، أشياء غريبة نلاحظها في مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، فهناك من الآباء والأمهات من لا يعتنون بأطفالهم كما ينبغي، لأنهم أشخاص لا يتحملوا المسؤولية، ونتيجة ذلك هو أطفال الشوارع. ينفع أقول ريبورتس؟ والله ينفع أعمل فويس أوفر يا عيال. المهم تعالوا نقرأ الاختيارات كده ونطلعهم واحدة بواحدة ونفليهم عشان نعرف مين غلط ومين صح، وليه برضه يعني بعد ما سمعتوا شوية الجمل العربي اللطيفة اللي قرأتها دي. بيقول لك some strange things can be noticed in our societies، العديد من الاشياء الغريبه يمكن ان تلاحظ. خد بالك هو قال لك كان بنوتسد، لان هو ده معناها يمكن ان تلاحظ، هو ما قالش كده في الجمله، قال لك اشياء غريبه نلاحظها، يعني المفروض كان قال لك وي نوتس سم سترينج ثينجز، ما قالش كده. فلما نعملها مجهول بتبقى كان بنوتسد ان اور سوسايتي، لحد دلوقتي كده كويس. ريسنتلي سم بيرنتس دونت لوك فور، بص استنى بيلعب بالالفاظ ازاي، بعض الاباء لا لوك فور يعني يبحث عن، هو ما قالكش يبحث عن، قال لك اباء لا يعتنون، يبقى المفروض تبقى لوك افتر يا عم مش لوك فور، يبقى دي غلط. الثانيه سترينج ثينجز كان نوتس، بسم الله الرحمن الرحيم كده غلط. ليه؟ المفروض كنا نقول سترينج ثينجز كان بي نوتسد، يبقى دي كده غلط. طب الثالثه سترينج ثينجز كان بي نوتسد ان اور سوسايتيز ريسنتلي سام بيرنتس لوك افتر، بص كده ركز ركز، اشياء غريبه تحدث في مجتمعاتنا هذه الايام، بعض الاباء يعتنون باطفالهم. طب ما دي حاجه حلوه، احنا عايزين ايه؟ عايزين كده. هو في الجمله قال لك بعض الاباء لا يعتنون، في الجمله هي لانك لوك افتر يعني بيعتنوا، ما هو ده غلط، هم ما بيهتموش. الاخيره بقى المفروض تبقى صح، سترينج ثينجز كان بي نوتسد ان اور سوسايتيز ريسنتلي سام بيرنتس دونت لوك افتر،
بص بعض الاباء لا يهتمون باطفالهم جيدا لانهم irresponsible، يعني غير مسؤولين. يبقى كده الجمله صح. في جمله احنا كنا قعدناها، يا رب يجيبها لي تاني، اتمنى يجيبها تاني يا رب يا رب يا رب، نفسي نفسي يجيبها تاني. ما تجيبهاش لي يا عم. اجبت على 39 من 40 سؤال، 7 0%، انا كده فاشل. انا عايز السؤال الرابع ال 40. اه من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا من هنا. كان في سؤال ما حليناهوش يا جماعه. اه اهو الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، ربنا ما حبش يخذلني قدامكم يا عيال. تشوز ذا كوريكت انسر تومورو اي ويل سي ندى، بكره هشوف ندى، ولا تومورو هتحول الى ذا فولوينج داي. يبقى كده حلت الحمد لله رب العالمين. كل الاسئله حليناها كده، حليت 40 من 40، انهاء الامتحان. وانت شاطر يا مستر هيثم، برافو عليك، وانت نجحت، اجبت على 40 من 40 سؤال 100%. يا احتفلوا معايا يا عيال، احتفلوا معايا.